رجعنا لكم في اخر بارتي من اولاد الكوجينه. خساره الحلقه نتاعنا نتاع اليوم قريب توفى سي، ان شاء الله تكونوا تبعتوها من الاول للاخر، خاطر كيما وعدناكم بالطبيعه اللي باش نودوكم احنا بدباره شقان الفطر في رمضان، وان شاء الله نكونوا كنا عند الكلمه هكا ولا شاف ان شاء الله نكونوا كنا عن حسن ظن المشاهدين ساده المشاهدين اللي تابعوا فينا بالطبيعه شاف، والوصفه ان شاء الله تنال اعجابهم. كان ذكرنا ميلا شيف شنو حضرت لنا اليوم؟ بالطبيعة نذكروا سادة المشاهدين شنو حضرنا. حضرنا بروسكيتا، حاجات خفيف، بخبز الباندومي هابيز، سانك سيريال اللي هو مولو على الاكستيريور ديجا بطبيعته، كنا ليجيرمون توستينيه بشوية مارغرين جولدينا وشوية زيت نجمة، من بعد دهنا بارتي بالموتار دا لونسيان بونا، والبارتي الثانية بالهروس فوركيتا على حرا هكا كل حد وشنو يحب، شكون يحب الحار وشكون ما يحبش الحار. زيناها بالسلطه التونسيه اللي قاسينها جويده، زدناها شويه تون سيدي داود بزيت زيتونه، ومن بعد زدنا كيف كيف الفيلي نتاع لونشوا سيدي داود بزيت زيتونه كيف كيف، ومع شويه جبن ادام قيصر. هكا نوعنا بالحق، نوعنا كل واحد شنو يحب ويشتهي، شويه طماطم سوريز، شويه نعناع اخضر. بالحق يعطيك صحة، يعطيك صحة شف مؤمن، خاطر الدغيساج كيما نقول ديما ونعاود نقول اللي ياسر مهم في الطاولة متاعنا فن الدغيساج على معناتها على طبيعته بالإمكانيات اللي الشيء اللي موجود عند السادة المشاهدين، يعني نحاولوا ديما نقعدوا في الكونتكست نتاع لي ميناجير. بالطبيعة زادا شف مؤمن ما حضرناش كان البروسكيتا، دونك شنو حضرت لنا آخر شف اليوم؟ باش نجوقوا فطرنا على محمسة مزلوقة تاع العادة، تاع العادة والعويد. دونك كنت قبل قلت لك راهو الطبق هذايا من ليبيدور، ليبيدور هذايا طبق من المنسيات. خذينا شوية بصل وشوية ثوم، دجاج الفيرما، قليناه شوية زيت نجمة، زدناه طماطم معجونة تيكال، زدناه هروس بزيت زيتونة فوركيتا. هذا الكل من بعد مرقناه بالماء، خليناهم يغليو، فوحناهم شوية ملح، فلفل أكحل، شوية كركم، شوية فلفل أحمر. وبعد في الاخر حطينا المزلوقه ليبيدور نتاع العاده والعويد لست دقائق بركه وتكون حاضره، يعني هذه مخدومه المزلوقه حاضره على الطريقه التقليديه. بنينه وتبدا من الداخل لينه، يعني مش يابسه، وكل كعبه وقتها. حاجه لازمكم تجربوها اي سورتو في كيما نحكي انا ديما نقول ميساج خلي لي شيف ديما يحكيوا على الماكله البنينه. انا باش نحكي لكم على ديكوراسيون دونك الدريساج نتاع لي بلا نتاعنا، السوبيغ نتاع المزلوقه نتاعنا بالحق حاجه ياسر مزيانه، وهاكا باش نحافظوا زاده على السخانه نتاع نتاع السوب نتاعنا. دونك السوبيغ هميله اللي تنجموا تلقاوها سور لو سيت tito.tn. يعطيك الصحة شيف مؤمن، يعيشك. أما يظهر لي كنت تحكينا زادة على الديسير شوية، فالديسير حاجة خفيفة ما طلبش برشا وقت زادة كيف كيف، وبالبرودوي متاع فانواز تولي انراتابل. علاش؟ خاطر فما شكون يحضر الكريمة تكون جارية، فما شكون يحضرها عاقدة. اي دونك عنا الساشي فانواز بالعطر شيء قوة عطر شيء حاجة اوريجينال اوتونتيك كما قلت انت، زمنية بوجود الكريمه بالعطر شيء هذا كريمه ايام زمان. دونك على ساشي فانواز خذينا دو ساشي عليهم ايترا حليب ناتيلي، زدناهم اربع مغارف سكر، وخذينا شويه الفاكهه كل قدر وقدرو، شويه لوز، شويه بفريوه، شويه بيستاش، شويه زبيب، قليناهم دوبلاش في شويه زيت نجمه مع شويه مارغرين جولدينا، خلطناهم على جنب. وبعد وقت الدريساج في الكيسين حطينا الكريمه، ومن فوق زيدناها بالفاكهه. بصحة بشفاء، يعطيك الصحة شايف. ان شاء الله اللي تبعوا فينا الكل يكونوا خذوا فكرة على دبرة متاع اليوم. وبالطبيعة باش نكملوا نشوفوا المنيو متاعنا اللي مازال فيه الخيرات. شايف يوسف شنو حضرت لنا اليوم؟ اليوم عملنا بريكة تراديسيونيل عادية، هي شاف البريكة تخديسيونيل عادية، أما الحقيقة شاف الدغيساج متاحة ماهوش عادي، خاطر تلمون استانسنا. البريكة حاجة ديما متواجدة في سورتو في رمضان توا مع شقان الفطر، ولينا الناس كل تعمل بريك تحطو كيما جي جي. احنا اليوم مع شيف يوسف تبارك الله شفنا حاجة ياسر مزيانة، هي العين تاكل أكثر من صحيت بريزونتاسيون.
انا نحس في روحي البريك اول مره نشوف البريك قدامي تلمو معناتها بنين نحسها بالبريك راقده دونك كي قاتها جا بريزونتي كي استغربت هكا ولا شنو حطيت لنا شاف بالطبيعه والله شاف شنو حطيت لنا في الفارس نتاع البريكه فارس تاع البريكه فيها بطاطا مسموطه اي شويه كبار تون سيدي داود زيتونه بصل ومعدنوس وشويه جبن بالطبيعه شيف استعملنا بيان سور جبن بريزيدون اليمونتال حاجه هايله برشا باش تجينا البريكه من داخل فوندو وبيان سور شيف قليناها في زيت نجمه هكا دوغي شيف الكولور نتاعها زاد بين عرفت كلي بالحق فما برشا عبيد ما يعرفوش يقليو بريكه دونك لازم ديما تخليوها الكولور هذه محروقه يا جيني صحيت دونك احنا الكولور نتاع اليوم والتطيب نتاع اليوم شيف يعطيك الصحه على على البريكه الهايله كنت تقول لنا توا البلا برينسيبال نتاعنا شيف اليوم عندنا لازانيا بالبولي اي لازانيا بولي الفيرما فيرما عملنا بات لازانيا بات لازانيا ليبيدور اي عملنا صوص بيشاميل كما قلت لك نعملو رو بيان سور استعملنا في مارغرين جولدينا وزيد الفرينه ليبيدور صحيح كي يبدا الحليب سخون الرو يبدا بارد كي يبدا الرو سخون الحليب يبدا بارد هي البرشا شيف دونك زدناهم اتر حليب ناتيلي ناتيلي وعملنا معها فرماج بريزيدون اليمونتال بالطبيعه عملنا كوش بكوش فرشناهم وبعد حطيناهم في الفور عملوا غراتيناج وبيان سور صوص طماط اللي حضرت هنا شاف بطماطم توكال وبالهريسه الموزوزه هكاك تكون عندنا لازانيا هايله برشا وتعمل 66 كيف يعطيك صحة شيف يوسف يعطيك صحة شيف مؤمن احنا كالعادة والعويد البن ناتيلي ما يغيبش على شقان الفطر على السفرة متاعنا هكا ولا شيف مع الدقلة ومع البسيسة يكون موجود البن ناتيلي يا حبذي بطبيعة كل قدير وقدره واللي عنده شو خفترنا لك اسمي كويس مي حياة مي الخير والبركة خفيف ومتوازن الواحد ديما لازم ياخو بيلو شيف ولا هاي سورتو ده نهار كامل الصيام دونك ماذا بيه يشرب بزيد مي باش يرجع شنو يفقد البدن بطبيعة سورتو احنا مي حياة خالي من النترات دونك بالحق ننصحوا به الناس الكل به برشا باش يشقوا به باش يحلوا به شقان الفطر انا قاعد لي كان باش نشكر بيان سور الشيف انفيتي نتاعنا اللي رجع بحذانا وطلتك هيلا برشا شيف يوسف وان شاء الله ترجع بحذانا مرة أخرى على شلي أيامات رمضان مازالوا بطبيعة نشكروا شيف مؤمن بنسوي وزادة بابي سيرفيت ليلى بطبيعة اللي احنا نهتم زادة بالمشكل بالماكلة في الكوجينة نهتم زادة باللاغ دو تابل لاغ دو لا تابل كيما سماها الدريساج نتاع الطاولة دونك نحطوا الكوفير نحطوا الكيسين نحطوا بابي هذاك علاش احنا اليوم اختارنا بيان سور بابي سيرفيت ليلى دونك بريستيج بريميوم يعطيكم الصحة لي شايف على الحلقة الهايلة نتاع اليوم، إن شاء الله تكونوا تبعتوا الحلقة نتاع اليوم في أولاد الكوجينة، بالطبيعة باش نشكروا ستانلي فور ديزون دو ديزاين، علاني لتحقيق الأماني، داون تاون لاونج العوينة، سازيو على اللبسة الحلوة والمزيانة، ليلى بيان سور اللي على ديكوراسيون نتاع التابل الهايلة، فيروز عياري على المكياج الحلو وعلى الشعر المزيان، وبالطبيعة زادة ما ننساش ليس فاكتوري اللي لهيني بالكاليتي نتاع شعري، إن شاء الله يكون المنيو نتاع اليوم عجبكم، إي سورتو دبارت اليوم عجبتكم جربوها في شقان الفطر قال لي كان باش نقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله نتلقاو في الحلقة الجاية من أولاد الكوجينة سيدي داود تن العادة والعويد من عام 1824
Deliver, 10 ans de design. العليني لتحقيق الأمان. محليها الحياة مع بريزيدان. القيصر بدنا تعيش معانا. ناتيلي لو غو دو لا ناتور. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور